اهلك برضو. تعيش يا ست سعاد بس ما تاخذنيش. لو استحملتوني النهارده لازم اتاكل يوم ايدي بكره. يا عبيط، امال اللي ما كانتش امك الله يرحمها مأمننا عليكي يا حسنى؟ هي كانت عارفه كويس قوي ان مفيش حد هيحافظ عليكي غيرنا. الله يرحمها، اصلها كانت بتحبكوا قوي. واحنا كمان كنا بنحبها ولسه بنحبها وبنحبك انت كمان يا بنت. انت متربيه في وسطينا، يعني واحده مننا. اني اني حيالله حته خدامه امسح وانضف، وانغلطت اترمي في الشارع. يا بنت جبتي الكلام ده منين؟ احنا عمرنا عملنا رابحه ولا عملناكي بالمعنى ده؟ ما تدقيش على كلامي يا ست سعاد. طب يلا يلا بينا يا حسنى، اقعدي معانا بدل قعدتك لوحدك دي. والله ام سامح هتتجنن عليكي وعايزاكي تقعدي في وسطينا على طول. طب ما ديني قاعده اهي، عايزاني بس اجي اشيلكم الهم. يا بنت هم ايه اللي هتشيلهن؟ بالعكس بقى، احنا هنخفف عنك. وما تنسيش يا حسنى ان حزنك هو حزننا. رابحه كانت غاليه علينا كلنا. يلا يلا يا حبيبتي يلا. يلا يا بنت. اهلا يا حسنى، تعالي ادخلي يا حبيبتي. ايه يا حسنى، ايه يا بنت، مش عاوزه تجيلنا ولا ايه كده؟ برضو تخبطينا عليكي. ابدا، هو انا يعني اقدر استغني؟ طب اقعدي اقعدي. عايزه تقعد لوحدها يا ستي؟ قال ايه، مش عايزه تشيلنا الهم كده برضك؟ هو احنا مش اهلك يا بنت؟ ايه عاوزين اقول عليكي قليله الاصل ولا ايه؟ حسني يا ضنايا يا بنتي، ازيك عامله ايه؟ قلبي معاكي. تقلقنا علينا يا اختي، مش عاوزه تيجي تقعد معاني ليه يا ست غالي؟ ما اديني قاعده معاك اهو، بس على الله بس انتوا ما تزهقوش مني. وبعد اهلك يا بنت بقى، يا بنت كفاياكي حزن، ده الحزن يموت القلب وانتي لسه شابه وصغيره. اطلبي لها الرحمه يا حبيبتي. الله يرحمها. يلا يا حسنى قومي قومي يا حبيبتي، فكي الرابطه السودا اللي على راسك دي واغسلي وشك. يلا يا حسنى. يا بنت الايام بتنسي الحزن بالتدريج. او النبي بكره تتجوزي وتخلفي ونفرح بيكي وتنسي كل حاجه، وعقلك يبقى في عريسك وفي الهنا اللي هتشوفيه معاه ان شاء الله. لا هو انت يا بنت فاكره اني هسيبك كده من غير جواز؟ اما كنت اجوزك لعريس لقطي ما بقاش هني. يلا يلا يا حبيبتي اغسلي وشك وتعالي. يلا يلا حبيبتي ادخلي. يلا يلا. غلبانه بنت مسكيني ملهاش حد، ربنا يصبرها. الجميل بيعمل ايه؟ يا ستي انت نسيت اني قاعد هنا ولا ايه؟ ابدا والله، بس رحت جبت البنت حسنى من بيتهم علشان تقعد معانا. يا سلام يا سعاد على حنيتك وطيبه قلبك. غلبانه ملهاش حد، ربنا يصبرها يا رب. قولي بقى كنت بتعمل ايه؟ دي قصيده من بتوع زمان. حقيقي؟ قولي اسمها ايه؟ عيناكي قدري. الله، حلوه قوي القصيده دي، ما بقتش تقولها لي من زمان. تعرف يا راضي ان انت شاعر عظيم بجد. ده عشان انت بس بتحبيني، القرد بقى في عين امه. لا والله انا مش عارفه ليه مش بتنشر الشعر بتاعك في ديوان، يعني هم الشعر احسن منك. والله يا سعاد انا عمري ما اهتميت ان انشر الشعر بتاعي، وبعدين انت عارفه انا كاتبه لمين. ادخل. لا مؤاخذه، اصل الست غالية قالت لي اجيب لكم الشاي. متشكرين يا حسن. اتفضل يا سراج. شكري يا حسن، باقي في حياتك. حياتك الباقي. شد حيلك كده واجمدي. امك الله يرحمها كانت غاليه عندنا كلنا. وهي كمان كانت روحها فيكم يا سراج. دي كان قلبها طيب قوي، واحنا جينا حنيه الدنيا. جابت 12 بطن، ما فاضلش منهم الا اني واخويا جمال بقى الله يرحمه. الله يرحمه. وكانت تملي تقول لي يا بخت اللي هياخدك يا بنتي يا حسني، هتمني له الدنيا عيال. يلا بقى الله يرحمه. كانت تملي تقول لي انتي طالعه لي في كل حاجه. خلاص يا حسن روحي اقعدي مع ستك غالي. حاضر. يلزمكش حاجه يا سيرادي؟ لا متشكر يا حسن. بالاذن. سرحت في ايه؟ ها؟ لا ولا حاجه ولا حاجه. من فضلك يا راضي انا عايزاك تأثر في الكلام مع البنت دي. انا ما بتكلمش معاها خالص. طب اشرب الشاي. حاضر. يا اهلا يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امال شيماء فين؟ بتنيم العيال، اكلتهم وحمتهم وقالت لازم تنيمهم عشان لما ترجع تلاقي البيت هادي كده ورايق. ليه بس؟ داني بتبسط لما ادخل
والاقي العيال بيجروا حواليا. ربنا يخليك ليهم يا حاج. ويخليك يا حاجة. تعيش يا اخويا. انا النهارده جاني جواب من طليق شيماء. بتتكلم جد؟ ايوه. صحيح يا بابا جالك جواب منه؟ انت سمعتيني ازاي؟ طمني يا بابا، قولي في الجواب ايه؟ يا بنتي والله كل خير، بيقول خلوا الاولاد معاك. والنبي ايه؟ ايوه والله يا بابا. إيه؟ يا ستي وانا هكدب عليكي؟ يا اخويا ما تديها الجواب، خلي قلبها يهدى شويه. حاضر حاضر، اتفضلي. ادي الجواب اهو. ياه، للدرجه دي؟ هو ايه للدرجه دي؟ بيقول عايز الولاد ولا عايزني ولا عايز اي حاجه، يعني مستغني عننا، ما صدق خلص. اخسى عليه قليل الاصل. ما هو عشان اسلوبه السخيف دي، انا ما كنتش عايزك تقري الجواب عشان ما تتضايقيش، لكن الحمد لله ان احنا خدنا اللي عايزينه، وعيالني هيفضلوا وسطيني. معلش يا اختي، ولا زعلي روحك ابدا. ده الحمد لله ربنا استجاب لدعانا، والعيل هتبقى في حضننا، ما تضايقيش نفسك يا بنتي. الحمد لله يا امي، الحمد لله. انت متضايقه ليه دلوقتي؟ الاصول تبقي طايره من الفرحه. ما انا فرحانه يا بابا، لكن لهجته كانت مهينه قوي. ده انا عمري ما اسأت له في حاجه، ده احنا واخدين بعض عن حب. معلش يا بنتي، ده نصيب ومحدش بياخد اكتر من نصيبه. ربنا يعوضك خير يا حبيبتي، وتشوفي ولادك احسن ناس في الدنيا يا رب. يا رب يا بابا، ده حتى ما عرضش مجرد عرض ان يتولى مصاريفهم ولا مصاريف تعليمهم. عنه مصرف يا اختي. ازاي بس يا ماما، انا ولادي مش مصريين، يعني لازم هدفع لهم مصاريف المدارس بالدولار. يعني كام يعني؟ ربنا يسهلها يا عزيزي، سيبوها على الله. ونعم بالله يا بابا، لكن لازم نفكر ازاي هنسد الباب ده، دي حكايه مش سهله. ربنا يحلها يا بنتي، ان شاء الله هيدبرها، بس انت خلي ثقتك في الله كبيره. مين؟ انت مين؟ انا رايت يا بيت، تفتحي. ايه يا حوصله، ساعتين اخبط عليكي، عملت لنا جرصه ومفتاحه في البال. قلت يعني مين هيخبط عليا الساعه دي؟ هيكون مين يعني، البوبه؟ اسكتي يا اختي، انا بنام طول الليل مرعوبه وخايفه، بموت في جلدي. لا يا حبيبتي، هتطلع لكم من الغوله. ربنا ما يحكم عليكي لا بالوحده ولا بالقطع. وحده وقطعه؟ امال اللي انا عايشه فيه دي طول عمري تسميه ايه؟ سيبك سيبك بقى، والنبي خلينا نعرف نعيش. طمنيني، عملت ايه مع الاستاذ بتاعك؟ استاذ؟ استاذ ايه بقى؟ ما خلاص. خلاص؟ خلاص ازاي؟ ده من يوم امي ما ماتت وهو مطنشني اكتر من الاول. يلا، ما انا باين عليا نصيبي كده ملطش على الاخر. لا يا بنتي لا، انا مش هسيبك كده، انا لازم انا ادبر لك ترتيب اخليك تتجوزي اللي اسمه راضي ده. وانتي بس هاتلي قمه كلي عشان اعرف افكر لك صح. بقى لازم البيه بتاعك مش هين. ايوه الناد ده هيقعد في مصر يومين، عندك اي تاكل يا بيت؟ هقوم اطقش لك بيتين في حته زبده واجيبهم لك. يا حلاوتك يا حسني، ماني عارفه زبده بيت زكريا، بس يبقى كترها شويه يا حسن. الواد شغال جامد قوي وبيعمل لنفسه دعايه في كل حته، وقال ايه معشم الناس انه هيعمل لهم كل حاجه، بس معظم الناس مش مصدقاه. بيقولوا لك يعني احنا ما نعرفش عنه حاجه، من النضمن ان كلامه صح. ايوه بس شايفينه بيلعب بالفلوس لعب ومتحفلت، لا يفتكروا ياما هنا وياما هناك. لا بس انا بلغني برضو ان الناس خايفين منه مش مصدقينه. ما هو الناس الكبار في السن عارفينه من قبل ما يفوت البلد، وعارفين حاله كان ايه، واكيد الكلام بينتشر. اه يا ناريش، لو نقدر نكشف مصدر ثروته المفاجاه دي. الواد ده اغتنى كده ازاي؟ اكيد والله اعلم مصدرها مشبوه. ايوه صح، انا برضو متهيألي انه بيلعب في حاجه ممنوعه، بس ايه هي الله اعلم. ما احنا لو عرفنا سبب غناه المفاجئ ده هنقدر نبوظ له لعبه الانتخابات دي من اساسها حتى قبل ما يبتدي. سبحان الله، ده ما كانش لاقي اللقمة الحاف، كحيان وحاله بالبالي بقى بعد العمايل السودا اللي عملها، وبعد ما طردناه من البلد زي الكلب يرجع كده واحد تاني خالص. واحد تاني واحد تالت، برضه الناس عارفة انه محدث نعمة وما بيجيش البلد الا تخاطيف، وانا متهيألي انه مش هيلاقي له انصار في الانتخابات. وانا شايف كده برضه. والله انا متكل على الله وعلى ستي الطيبة، وكل الناس عارفة ان قرش حلال مصفي، وبعد كده اللي عايزه ربنا يكون. مين؟ حاضر. يوه، مين اللي خبط؟
صبح واطمن عليكي وعلى حالك يا حسني. أنا لا عايزة صباحك ولا مساك. ليه بس كده؟ يعني لا صباح ولا مسا ولا كلمة كويسة على رأي الست صباح. وبعد هلك يا لسمك فتحين، أنا مش ناقصاك، لم روحك وامشي، أنا يا أخويا اللي فيا مكفيني. ما هو عشان اللي أنت فيه ده أنا جيتلك، صعبان عليا حالك يا بيت، وبقول يعني لو لمينا الشمل أنور دنيتك وأونس وحدتك. دي لو الوحدة دي عقارب كده بتقرص فيي أهون من عشرتك والناس طبح وأتمسك بوشك. ليه بس كده؟ ليه تكسري بخاطري؟ ده أنا بحبك يا بيت ورايدك في حالات ربنا، واحنا الاتنين غلابة زي بعض ونحس ببعض. طب غور من وشي بقى يا فتح غور، انت عارف انني وحدانية وعايشة لوحدي، يعني لو حد عدى دلوقتي يقول ايه؟ يقول انت واقف تساير معاي؟ لا انا عارف الاصول يا حسنة وما خالفتهاش، انا واقف على الباب اهو ورجلي ما عتبتش عتب الدارك صح؟ طب اتطرق بقى واني هعرف ازاي ما خليكش تهوي بالنواحي دي. يا لهوي هي حصلت؟ ينيلك يا فتحي يا ابن نعيمة، إما كنت تتربع على العملة السودة اللي عملتها دي؟ داني السرع باب الدار كان هينكسر علي واني مش راضي أفتح، واني لا طايلة سامة ولا عرض، لأنا عارفة اندهلكوا ولا عارفة أخرج أصلا من باب دار. قلت خلاص بقى أفتح وتكلي على الله. وبعدين وأفتح ولا يقولي كون وعمال يقولي كلام حب وغراب، وهليه عاوز كمان يدخل يتسير معاي. ينيلك هو خلاص اكملي يعني بقيت وحدانيه، كل من هب ودب عايز يدخل معايا ويتسير. طب الناس هتقول عليا ايه؟ ده انا سيرتي هتبقى على لسان كل الناس، واني بنت وملياش الا ربنا. وانت ما تقوليش كده يا بنت، انت مجنونه، محدش يقدر يدوسلك على طرف ابدا. ان كان يعني الواد فتح استجرى وعمل كده فده من عاشهم يعني عشان متربي وسطينا، وان كان برضك هطلع لك عينه على العمله السودا اللي عملها دي. ولو ان واد متربي ومختشي لكن برضك مش هسكت له، ده البلد كلتها عارفه انك في حمل الحاج زكريا، ما حدش يستجرى يعمل كده. ما تخافيش ما تخافيش يا حسني، انا هقول لابو سامح وباذن الله مش هتلاقي الواد على بابك ابدا تاني. ربنا يخليكوا ليا يا رب. طب يلا يلا حضري معايا الفطار يلا، هتلاقيك انت رخره على لحم بطني. ايوه والنبي يلا. صباح الفل يا سيد الكل. صباح النور يا حبيبتي. يلا حبيبي قوم اغسل وشك علشان تلحق تفطر، الساعه بقت 7:15. يا حاضر. ادخل. صباح الخير يا طارق. صباح الخير يا حبيبي. صباح الفل يا حبيبتي. ايه القمر ده حبايبي؟ ايه الجمال ده؟ ماما مش راضية تعمل لنا سندوتشات، بتقول مش رايقاكوا وعاوزه تحط لنا في طبق وناكل. العيال اتمرضوا على عاداتنا يا سعاد، بوظت لهم دماغهم. ولا يهمك انا هخرج اعمل لكم سندوتشات على ما تغسل وشك. يلا 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 على بالك. بسم الله عليك. بسم الله عليك يا حبيبي. جرالك حاجه؟ لا الحمد لله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا سعاد؟ ده طب اطلعوا انتوا يا اولاد على الجنينه على ما اعمل لكم سندوتشات. حاضر. تعالي هنا قولي لي ايه الصينيه دي وايه اللي فيها دي وايه اللي حطيتها تحت السرير؟ ده مش عارفه، انا هروح اسال غاليه اشوف ايه اللي جاب الحاجات دي هنا. يا خاله بالحقيني يا غاليه، مش قلت لك الكدب ملوش رجلين؟ في ايه اللي حصل؟ راضي شاف الصينيه. صينيه ايه يا بنت؟ اسكتي. شافها ازاي؟ مش مهم شافها ازاي دلوقتي، المهم اقول له ايه. تقولي له اف ايه يا بنت؟ خلاصي بقى الحقيني قولي لي اتصرف ازاي. استهدي بس بالله انا هتصرف، ما تتخضيش. ايه اللي في الصينيه دي يا بنت؟ ماني بس عاوز افهم في الصينيه دي. مالك انت يا بنت؟ سالت غاليه؟ ايوه. صباح الخير يا راضي. صباح الخير يا غاليه. ايه حكايه الصينيه دي يا غاليه واللي فيها؟ هو انتوا اتخضيتوا كده ليه؟ مفيش حاجه، ده الوليه اللي اسمها نعيمه كانت جايبه لي عقد بتقول لي عقيق اصلي، عاوز انا اشتريه. اني بقى شكن وبلاستيك مدهون بويا. بص بص يا راضي، بص يا اخويا العقد اهو. قلت بقى انقعه في ميه للصبح واني قاعده باخد ودي مع سعاد كده بالليل، زقته تحت السرير، خفت يعني لا العيال يلعبوا بيه ونسيته وخرجت كده اهو. طيب شفتي يا غاليه؟ باين عليه مش مصدق. يا ستي ما تخافيش، راضي ما يفهمش في الحاجات دي ولا هو واخد باله، هو بس مستغرب شويه. انت بس بطلي الخوف اللي عندك ده واسمعي كلامي واستهدي بالله كده. استر يا رب. ما تفهموني فين؟ انت يا بنتي راقصتي حرام عليك. ولا ما كنتش بجرب الحب بنفسك يا ابني؟ انت كنت قلت ايه؟ ولا دي كانت اشاعه ولا ايه بالظبط؟ لا يا اخويا ما كانتش اشاعه، كانت بجد. بس خلاص بقى، الواحد اتجوز وخلف وتهد، اكتشف ان الحكايه كلها ما كانتش مستاهله اللي الواحد كان بيعمله ده. لا لا يا عم ثروت، يبقى انت بقى اللي كنت فيه ده ما كانش حب،
ده اكيد كان اي حاجه تانية. وطي صوتك لا تسمعني، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. ما تخافش ما تخافش. عارف يا صلوات، انا بلف حوالين بيتها زي المجنون، حتى لو ما شفتهاش مجرد احساس انني قريب من المكان اللي هي فيه بيخليني في منتهى السعاده. بحس كده انني طاير فوق في السماء. طاير فوق في السماء، يا سلام يا سلام. عارف يا ولي، مش هينزلك على الارض غير انك تروح تخطبها. هنعمل ايه بس؟ ماني من ناحيه مستني لغايه ما اخلص الجيش، ومن ناحيه ثانيه مستني ابويا لغايه ما يخلص من موال الانتخابات ده، وبعدين انا ما اقدرش افتحه في اي حاجه دلوقتي. خلاص بقى، خليك طاير في السماء لحد ما عمي يخلص انتخابات وينجح ان شاء الله. ساعتها بقى هو اللي هينزلك على الارض ويروح يخطبها لك. اما ابوها متهيألي هيوافق وهيفرح وهيديها لك وفيها بوسه كمان. يا رب يا سيدي. يا نهار ابيض، 7/11 قوم بدل الحق مشروع الانتخابات بتاع ابويا. اوه صوفي يا عادل، يا شاكر انت اخبومي. شاكر ايه يا ابو زيد؟ وحبيبكم مين؟ شاكر ايه يا ابو زيد؟ ابو زيد 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 انت اخبومي. شاكر ايه يا ابو زيد؟ وحبيبكم مين؟ شاكر ايه يا ابو زيد؟ انت اخبومي. شاكر ايه يا ابو زيد؟ وحبيبكم مين؟ شاكر ايه يا ابو زيد؟ انت اخبومي. شاكر ايه يا ابو زيد؟ وحبيبكم مين؟ شاكر ايه يا ابو زيد؟ انت اخبومي. شاكر ايه يا ابو زيد؟ وحبيبكم مين؟ شاكر ايه يا ابو زيد؟ خليه يلف على الناس زي ما هو عايز ويعمل مؤتمرات براحته. يا سعاده الباب، الناس طول عمرهم بتحب زكريا واخوه العمدي واثقين فيهم، وهو طول عمره له دقه جدعه مع الخلق كله. ومال وماله ايه يا باب؟ ما تستهونش بزكريا دي. بس انا خميس، خليني اعمل اللي في دماغي. يا سعاده الباب اسمعني، زكريا معروف وطول عمره وسط الناس وقلبه عليهم، لكن ما تاخذنيش يعني مش كل الناس عارفاك. بس انا اعرف الناس كويس قوي، واعرف العب لهم على الوتر اللي يريحهم ويفهموه. طب ما تفهمنا يا سعاده الباب. هم ياض غير الحجر ده حصل خلص. اوه حاضر يا باب حاضر. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ايه يا بابا مات؟ شكلك تعبان كده ليه؟ والله يا بنتي طول اليوم بنلف على رجلنا مع عمك زكريا عشان موال الانتخابات دي. ربنا يجعل تعبكم بفايده. امين يا رب. بس انت ليك عندي حتة خبر هينسيك كل التعب اللي انت فيه ده. خير يا بنتي بشريني. ابو مازن اتصل النهارده. طليق؟ ايوه. وعاوز ايه؟ يرجعك؟ لا لا يرجعني ده ايه؟ امال عايز ايه مننا تاني؟ بيقول لي هيبعت لي مؤخر الصداق والنفقه الشهر الجاي. معقوله؟ وبكده يبقى اتحلت مشكله مصاريف الاولاد والمدارس. يا ما انت كريم يا رب. ده انا كنت لسه بفكر بعد الانتخابات انزل اشوف حد يشتري حتة الارض بتاعتي. لا يا بابا خلاص مفيش داعي. الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. صحيح، من توكل على الله كفاه. أمك عرفت؟ دي من فرحتها وكتر الزغاريد صدعت ونامت. إيوة، ما كانت متضايقة قوي عشان بيع الأرض دي، كانت خايفة الفلوس تتبعزق وما نستفيدش بيها ولا حتى نعرف نكمل تعليم الولاد. الحمد لله الحمد لله يا بابا. معلش يا بابا، أنا طول عمري تعباكم معايا في جوازي، صممت عليه وقفت قصادكم، وفي طلاقي شيلتكم هم كبير قوي انتم مش قده. سامحوني يا بابا. ما تقوليش كده يا بنتي، ده انت بنتنا ووحدتني وما عندناش بنات غيرك، وانت ما كانش قصدك تتعبينا. انت كنت فاكره انك هتبقي سعيده معاه، لكن قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على كل حال، بس انا لازم اصوم العشر ايام النذر اللي عليا لربنا لو حللي المشكله دي. من بكره تصوميهم، ده النذر دين يا بنتي، وعزيزة كمان لازم توفي بندرها يا رخرة. مدد يا آل بيت النبي مدد عليه الصلاة والسلام. ويوم ما تروحوا توفوا الندر إن شاء الله للسيدة زينب هروح معاكم علشان أزورها، وأزور كمان سيدنا الحسين والسيدة نفيسة. يا رب اجعلنا قريبين من آل بيت النبي واحشرنا معاهم يوم الموقف العظيم يا رب. يا رب. أيوة يا حبيبتي كده كويس قوي قوي، خليكي وراها وانتي مش هتخسري. مين عارف يمكن ربنا يجيبها على أهون سبب. غالية طيبة وحنينة وبنت حلال وبتخاف عليك، ابقي اسمعي كلامها. طيب يا حبيبتي ابقي طمنيني عليك. مع السلامة. سعاد دي اللي كانت بتتكلم يا حاجة؟ أيوة يا أخوي. ايه وعاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. الحمد ربنا لله. يديها ويرضيها بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام. وعاملة ايه مع جوزها واهله؟ كويسة الحمد لله. الحمد لله. أصل سعاد غلبانة وطيبة، ربنا يهدي سرها يا رب. ايه
اسكت. مش حماها نازل في الانتخابات والدنيا هناك هايصه وليصه. والله لازم بقى انتخابات مجلس محلي يا اخويا. هي قالت لي انتخاباته بس، لا اعرف محلي ولا مستوى. دمك خفيف قوي يا عائشه. اصل اليومين دول انتخابات المحليات. تعرفي يا عائشه، انا قلبي حاسس ان الحاج زكريا هينجح في الانتخابات دي، لاني لاحظت في الكام مره اللي رحت زرتهم فيهم انه محبوب قوي عند اهل البلد. اه سعاد بتقول انه بيعمل لله كتير وكريم قوي مع الناس. راجل محترم وابن اصول، ابن عمده واخو عمده ومقتدر وبتاع ربنا. عايزين بقى يا عائشه نجهز له كده زياره محترمه عشان لما ينجح في الانتخابات نروح نزوره ونبارك له. يا رب، وهتبقى فرصه عشان اشوف سعاد واطمن عليه. لا يا غاليه لا يمكن، مش هقدر صدقين. بقول لك ايه، ما تحطيش العقده في المنشار وتبوظي كل اللي عملناه. انت مش قلتي اني مش هخرج من البيت خالص؟ طب اعمل ايه بس؟ اني رحت ارجع اللفه لام غازي، قالت لي في حاجه تانية لازم تتعمل عشان اللي عملناه في الاول يجيب نتيجه. لا لا برضو بلاش، انا عارفه نفسي ليا في كل خراب عفريت. مفيش حاجه بعملها من ورا راضي غير لما بتتكشف، واديكي شفت حكايه الصينيه اتكشفت ازاي. كلهم اللي تنزغت البيت هالي يكفي انكسر رقبتي. بعد الشهر ما تدعيش على البيت. المهم دلوقتي احنا كل اللي هنعمله هنخرج من الدار ربع ساعه بس، يعني ممكن تقولي للراضي اي حاجه. واديكي يا ستي هتخرجي معايا، يعني مش هتخرجي لوحدك. انا عارفه يا حبيبتي انك عايزه تعملي اي حاجه علشان خاطري، بس ارجوك كفايه بلاش. انا اعصابي اتدمرت من الكذب ومن الرعب من اني اتكشف. طب عهد علي لا تكون دي اخر حاجه، لان اللي عملتيه في الاول مش هيتم غير لما نعمل المشوار ده. معلش يا اختي تعالي على نفسك شويه لاجل ما يتم المراد، وعلى راي المثل لاجل الورد ينسق العلاق. حاضر، هحاول ادور على حجه اخرج بيها، بس اكون ضامنه اني راضي قاعد في البيت. ايوه كده، اسم الله عليكي. بس الاضمن بقى اننا نستنى لما حكايه الانتخابات دي تخلص. اشمعنى يعني؟ لانهم كلهم ملهمش مواعيد لا في الدخول ولا في الخروج، غير ما بيلفوا في البلد طول اليوم. خلاص نستنى شويه ما يجراش حاجه، وهالحكايه هانت على بكره ان شاء الله يكون موال الانتخابات ده خلص. الو، ايوه يا خميس، ايه الاخبار؟ خلصتوا الفرز؟ ايوه، يعرف فاضل لهم قد ايه؟ ها، ومفيش بوادر كده ولا عن النتيجه؟ اه طيب، اول ما تعرف اي حاجه يا خميس كلمني على طول. مع السلامه. يا جماعه وحدوا الله. لا اله الا الله. انا بس مش فاهم انتوا قلقانين ليه؟ ما النتيجه معروفه مسبقا. انا شخصيا واثق من نجاح اخوي. وانت مش واثق ولا ايه يا زكريا؟ انا واثق في الله وفضله، بس العيال اتاخروا قوي. مش يا دوب على ما ينتهي الفرز وتتحسب النسب وتتعلق النتيجه؟ ايوه صح، هم رايحين يشوا دوره يعني. اكيد اول ما تبان النتيجه هيجوا جري يبشروا. كله على الله، انا بس خايف من حمقه شاكر لا يتشاكل مع حد. يا سيدي هيتشاكل على ايه يعني؟ وبعدين يا سيدي اخواته وابن عمه معاه، ما تخافش ربنا يسهل. يا بنت الدنيا غيرت والنتيجة لسه ما بانتش. تبان ولا ما تبانش، ما النتيجة معروفة طبعا. البيه بتاعي هو اللي هيكسب. يا سلام، ايش جاب لي جاب؟ انت هتجيب برهان ده للحاج زكريا؟ بقى يا بيت برهان به القيمة والسيمة، هتجيب لي زكريا ابو جلابية الفلاح؟ ليه يا اختي؟ وهو برهان بتاعك ده بيلبس ايه؟ طب لعلمك بقى، اقل جلابية عند الحاج زكريا بتمن اللبس كله بتاع برهان بتاعك ده. يا بيت يا بيتي، ده بيشتري قماش الجلاليب بتاعته من مصر، وعنده كمان جلاليب من الحجاز. ده اقل جلابيه عند الحاج زكريا عمرها ما حكت قفل اسمه برهان ده. معذور؟ ايه والنبي معذور؟ اصلك ما شفتوش وهو لابس البدله والنضاره السود واللي عربيته القباها لما يركبها وينزل يقول يا ارض انهدي ما عليك يا هدي. يا بنت ايش جاب لي جاب؟ برهان اللي محدش يعرف اصله ولا فصله ولا حد يعرفه للحاج زكريا ابن العمده واخو العمده. دلوقتي يا اختي النتيجه ببال، وهشوف على وشك يا ندغ اللباس، هتلاقي البلد كلها واقفه على رجل. يا ما يا بنت كان نفسي كده ابقى موجوده معاهم في دوار العمده
واشوف كده فرحة المكسب لما يكسب الحاج زكريا. وما رحتش ليه يا اختي الفرح بتاعه؟ ما هي الست غالية والست سعاد قالوا لي تعالي معانا، اصلهم خافوا عليا يقعد لوحدي، بس انا ما رضيتش. قلت يا اختي هروح تقعد الولية اللي اسمها سنية دي تقول لي شيلي ده وحط ده. لا لا لا، واني خلاص جيتتي تعبانة ومش قادر. احسن عشان اقعد افلفل فيكي هنا لما نتيجة تبان وبرهان به يكسب. ولما انت متأكدة كده ان برهان به هو اللي هيكسب ما قعدتيش مع اهله يا اختي تدوقي فرحة النجاح. هو يا حبيبتي اللي قال لي امشي، لان لما نتيجة تبان ويكسب الدار هتشغي كده رجال، هو عشان راجل ايه موسيمة ما يحبش الحريم بتوعه يتكشف على رجاله. الحريم بتوعه يتكشف على رجاله ولا الناس اللي عنده ما يشوفوكيش؟ اكمنه يعني بيستعر من الغلبة اللي زينا. حتى لو كان كده على قلبي زي العسل يا حسن. بصي يا حنايا، احنا هنقعد نتخانق عشانهم ولا ايه؟ ما يكسبوا يا اختي ولا يخسروا واحنا من؟ على رايك يا بيت، كيس بخيس رحنا هناخد ايه؟ أي. بس بردك برهان هو اللي هيكسب. زكريا برهان. زكريا يا جناب العمده، البهوات وصلوا وبين النتيجه ظهرت. الف مبروك يا زكريا. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. بس احنا لسه ما عرفناش النتيجه. ما هي باينه، هي محتاجه كلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. بشر يا اولاد، طمنوني. ما تردوا في ايه؟ النتيجه ظهرت وايه؟ القران هو اللي كسب يابا، وباكتساح يابا. باكتساح يا الف للابيض يا سعاده البيه. الف مبروك. الف مبروك يا سعاده البيه. الف مبروك. الله يبارك فيكم كلكم. وانا عندي وعدي اللي قلته لكم، اي حاجه انا وعدتكم بيها هنفذها، ومش هسيب المنصب ده اللي انا خدته بفضل الله وبفضلكم الا لما بلدنا دي تبقى احسن بلد في مصر. ادخل. خبر ايه يا زكريا؟ ايه اللي انت عامله في روحك ده يا راجل؟ وانا هعمل ايه يعني؟ اديني قاعد اهو. يابا ما تضايقش نفسك، انت عارف قيمتك كويس والناس كلها عارفه قيمتك، ومشي الانتخابات بقى هي اللي تثبت مكانتك او هتنفيها، خصوصا اذا كان اللي قدامك راجل مش تمام زي ده. انا مش عارف اللي اسمه برهان ده طلع لنا من انهي داهي. طلع من مطرح ما طلع، ما احنا عارفينه من زمان وعارفين كويس ان له اساليب ملتويه ومش مظبوطه. ماني قلت لك يابا انه كان بيدي الناس فلوس عشان ينتخبوه؟ معقول يا عارف؟ انت متاكد من الكلام ده؟ اي والله زي ما بقول لك كده، كان بيدي الفلاح من دول 20 جنيه يقسمها نصين، يدي له نص قبل الانتخابات والنص التاني لما يخرج من اللجنه ويتاكد انه اداله صوته. يا ابن اللذينه، اما راجل شيطان صحيح. واني يا ابني ده مش سكتي، اني طول عمري ماشي بما يرضي الله، لاني بتاع رشاوي ولا حاجات من دي، مش حاجي بعد العمر ده كله واعمل كده. طول عمرك كبير يا حاج. طبعا، ودي عاوزه كلام. ومهما حصل يا حاج المقامات برضو محفوظه. لكن ارجع واقول، اللي خد قرش وباح صوته لواحد زي ده ما استحقش، ربنا سهله. انا كنت عايز اخدمهم واشوف مصلحتهم، لكن انا راجل تاجر، عمر ما كان في دماغي حكايه السياسي والمجالس والكلام ده. خلاص يبقى ما تضايقش نفسك وتحقن في روحك. انا مش متضايق، انا اللي حاسس في نفسي ان ده بالذات هو اللي يفوز. يا ميسة النعنيشة والفلوس المريشة والحلى المبشبشة. جرايه يا بنتي انت، خشي شوفي اللي وراكي بدل ما انت قاعده تقصعي لي كده. يا اخويا انا اللي وراي ولا قدامي؟ تقصدي ايه يا فلحوشي؟ اقصد انني زيك يا خميس وانت زي، ما ورناش حاجه غير الجاري ورا القرش. بقول لك ايه يا بنت انت، خلصي في دورك وخشي خلصي شغلك لحسن البيه، لو لقى حاجه ناقصه يسود عيشتك. من امتى البيه بيضرب اللي بينقص من البيت يا خميس؟ انت عايزه ايه بقى في ليلتك اللي ملهاش ملامح دي؟ فيها لخفيه. تخفيه؟ هي ايه بنت اللي فيها لتخفيها دي يا بنت؟ الهبره يا حبيبي اللي انت لهفتها من ورا موالي الانتخابات. هبره؟ هبره يا بنت اللي اتهبرت في نافوخك انت؟ اياكش تكون فاكرني عاميه ولا طارشه. لا يا ولد، انا كنت بشوف روزه من العشرينات دي والبيبي يديهم لك روزه مروزه مكيد، وانت تحطها في جيبك دي اللي ما بتنتليش ابدا. اوعي كده يا بنت، انت مش فاهمه حاجه، العشرينات دي كان بتوزع على الفلاحين. والنبي ايه؟ ايه والله، كنا بنقسم الورقه من 20 دي نصين، ندي الفلاح من دول نصيها، وبعد ما يدي صوته للبيه ندي له النص التاني. يا سلام،
ودي يصرفها ازاي دي بقى؟ يلزقها يلحمها، هي دي شغلانه يعني؟ يعني انت يا واد عايز تدخل في نافوخ ان الفلوس دي كليتي كنت بتوزعها على الفلاحين؟ امال انت فاكره ايه يا بيت؟ طب تصدق وتامن بالله ان الرزم اللي كان بيديها لك البيه دي عددها يكفي الفلاحين ونسوانهم كمان والبلد دي والبلد اللي جار البلد دي واللي جار جارها، ولا تكونش فاكرني دقه عصافير يا واد؟ دقه عصافير دقه كفتي، حط لسانك وبقك واسكتي. اسكت اسكت بتاع ايه يعني؟ اديني حقي وانا اخرس خالص واقطع لساني وارميه. حق ايه جا تكسر حقك؟ حق في النهبه يا مقطوع. وبقول لك تاني اهو فيها لخ فيه بزياده، سكت عليك في حكايه اليوفط دي لما نصبت ولهفت، انما المره دي مش هسكت ابدا. انا مش فاهم انت عايزه ايه بالظبط. يكونش قلبك على البيه وانت بتقلبيه اول باول يا بنت الحراميه؟ هتعملي عليا خضره شريفه يا بنت؟ خلاص يبقى كل واحد فينا يداري على بطحة اخوه، انما تفضحني افضحك. اه يا بنت الحراميه. اسم الله عليك انت يا ابن الاكابر. طب اسكتي اكتمي صوتك خالص، هديك حقك خلاص. ها اصبري. يلا يا ولا اصبري. انت بتعد ايه؟ هات بقى خدي هاتهم كله. توقع يا بنت الهي ما توقع تتهني بيهم. ابتدي عليا كمان. اسكت. بص انا مش طايق اسمع صوتك خالص. اسم الله عليك انت يا كروان عصرك واوانك. حاسب حاسب يحاسبك ربنا ويقلع عينيكي. يتقلع عينيك الجوز ان شاء الله. طب والله لو كان حد غير برهان الكلب ده انا ما كان همني. بصراحه انا هتجنن، مش قادره اصدق ان واحد زي برهان ده يكسب الحج زكريا ابو زيد، وزي اخويا الناس يشجعوه وينجحوه ويقفوا ضد الراجل اللي طول عمره وياهم في فرحهم وكربهم وخيره على الكبير والصغير. اصلك انت ما انتش عارفه يا سنية. ايه برهان ده واد العبان، قاعد يوعد الناس بوعود كدابة ويشغل لهم بالفلوس ويشغلهم بالمروح والمجية من مصر، والفلاحين ناس غلابة بينضحك عليهم يا ولداه. ايوة بس هم عارفين الحج زكريا كويس ومجربين، وبدل المرة ألف مرة. داني بلغني انه وعد الناس بمستشفى ومدرسة ومصنع لبن، ده غير الفلوس اللي رشها عليهم. لو كانوا صبروا شوية كانوا شافوا اخويا زكريا هيعمل لهم ايه. طب والله كان هيعمل لهم اكتر من كده بكتير قوي. طب ليه بس ما قالهمش؟ قالهم، لكن التاني بقى زغل العينين الناس بالفلوس ورشاهم فرد فرد. ابن الابلسي عمل اساليب اخويا ملوش فيه. طب والله لو كان بايدي ما كنت خليته ينزل الانتخابات من اصله. اهه. طب وانت يا حضره العمده ما كنتش تقدر تمنعه؟ ازاي بس يا سنية؟ مواطن ونازل الانتخابات في بلد ديمقراطي، امنعه ازاي الا بالقانون؟ يلا قدر الله وما شاء فعل. لا حول ولا قوه الا بالله. انا ابويا ما ينهزمش ابدا. جرى ايه يا جليل؟ هو احنا في ماتش كوره، ما تسكتي. انتوا اكيد شفتوا النتيجه غلط. خلاص يا ست بقي شوفيها بنفسك. ما هو انت لو جبت لي 1000 عقل على عقلي مش هصدق ابدا ان ابويا ينهزم في الانتخابات ويطلع كده من مول البلح حمص. خلاص يا جليله بزياده للواحد فيه. اذا كان انت زعلان وهو حيلا عمك، امال اني اعمل ايه اللي هو يبقى ابويا؟ يا ست ربنا يصبرك. الله لا يسيئك بقى. خلاص لحسن الواحد حاسس ان هو واخد شومه فوق راسه من ساعه الخبر المهبب ده. ما تعتقيني بقى يا جليله وتخلينا نطلع انام مطرحي. ابدا ابويا ينهزم في الانتخابات وعايز تنام مطرحك، ده بعدك. بس انا مش هسكت، لازم اتصرف، لازم اعمل حاجه. الصباح رباح. معاني لازم افهم ايه المستخبي اللي بين ابويا واللي اسمه برهان ده؟ اكيد في بينهم اسرار مش عايزين يقولوه. ايوه صح، امال ايه؟ دي باينه زي الشمس من ساعه ما زعقلك واحنا قاعدين بناكل. فاكر لما قلت له اني هشوف عنده بطاطس؟ لا وقبل كده كمان. داني حتى سالت امي وتاكدت ان في حاجات هم مدارينها علينا. وقالت لك ايه؟ ما قالتليش حاجه، لكن هروبها مني ولخمتها لما سالتها كانها قالت لي وزياده، اكدت لي فعلا ان في حاجات هي مش عايزه تقولها لي. انا هفضل ورا الحكايه دي لغايه ما اجيب قرارها. بس من بعيد لبعيد عارف لحسن عمي يتضايق ويزعل. ويزعل من ايه بس؟ يو ما هو لو كان عايزك تعرف ما كان قال لك بنفسه. خلاص بس انا مش هرتاح الا لما اعرف، خصوصا بعد حكايه الانتخابات دي. اي والله عارف ده الواحد لحد دلوقتي مش قادر يصدق الحكايه دي. ولا انا كمان مصدق. ولا انا والله يا راضي مصدق. ده عمي سمعته في البلد زي البرلاند وكل الناس بتحبه. عارف يقول ان الراجل ده ادى للناس فلوس عشان ينتخبوه. ما تستبعدش طبعا، ما هو الموضوع على بعضه كده مريب. راجل بقاله سنين طويله بعيد عن البلد، وكل الناس بتقول قبل ما يمشي ما كانش حيلته اللضا، وبعدين رجع البلد تاني ومع الفلوس دي كلها. بس اللي انا مستغرباله
ازاي الناس تختاروا وتديروا ثقتهم فيه بالطريقه دي؟ مظبوط مظبوط يا سعاد، وده يخلينا نصدق حكايه الفلوس دي. اكيد ما دام الناس قالت كده يبقى حصل، ما هو مفيش دخان من غير نار. ايوه بس اللي قلقني ابويا قوي، حزين ومتقدر، انا خايف عليه قوي يا سعاد. معلش يا راضي، ما هو معذور برضه، بس ان شاء الله الحكايه تاخد وقتها وتعدي على خير. يا رب يا رب. عن اذنك بقى هتصل ببابا طمنه، اصله مأمننا. طمنه يا حبيبي. اتفضلي يا حبيبتي. الو. اهلا 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 اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. احنا بخير والحمد لله. ايه خير؟ ايه معقوله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب هو عامل ايه؟ ها؟ ايه واي 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 واي. طيب يا حبيبتي، نشوفك بخير ان شاء الله. سلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في ايه يا حاج؟ الحاج زكريا ما نجحش في الانتخابات، سقط. ده بيحبوه قوي الناس هناك. اهو اللي حصل بقى نصيبه كده. يا دي الاذيه، تلاقي البيت كله هناك متنكد. طبعا دي حتى سعاد صوتها باين عليه. سعاد هي اللي كانت بتكلمك وقالت لك؟ ايوه يا حبيبتي يا بنتي، تلاقيها زعلانة على زعلهم وهي ملهاش الزعل عشان العلاج اللي بتاخده. طبعا بس هنعمل ايه؟ امر الله، قدر الله وما شاء فعل. يعني يا حاج مش هنقدر نزورهم؟ نزورهم نقول لهم ايه بس يا حاجة؟ يا خسارة، كان نفسي اشوف سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سايبين باب الدار مفتوحة كده ليه؟ البنت حسنة لسه داخلة. ما قفلتيهوش ليه اللي تشك في ايدك؟ في ايه يا ست جليلة؟ بس يا حسنة بس. اقعدي يا جليلة اقعدي. كويس انك جيتي دلوقتي، يمكن اخواتك يصحوا يفطروا علشان خاطرك. يفطروا؟ حد له نفسي يفطر؟ ده حتى الفطار في الظروف اللي زي دي عيب. بنت يا حسني، الشاي بيغلي على النار، خشي هاتيه يا بنت. حاضر. حتى عمي عيني اتحايلت عليه ياكل لقمة، قال لي لا الشاي وبس. ابويا؟ ابويا لسه في اوضته؟ يا حبة عيني. ما نزلش من ساعة ما سمع الخبر. عيني عليك. اتحصر يا حبة عيني. بعد الشر عليهم الحصرة يا جليلة. انت مالك انت يا غالية؟ أنا مالي؟ أبويا وأنا حرة فيه، أنا الوحيدة اللي حاسة بيه. جرى إيه يا جليلة؟ ما هو أبونا كلنا. لا يا حبيبتي، أنت حيالة بنت أخوه، لكن ده أبويا حتة من قلبي. اتفضلي الشاي يا ست غالية. هاتي يا أختي. اتفضل. هات شاي يا بت. لا، ده بتاع سيدي الحاج. نهارك أسود. أنتوا مستقلين بيا؟ مش معتبريني؟ مش عايزين تسقوني شاي يا غالية؟ زي اختي اتفضلي خدي. يا جليلة بتاعي. لا مش هشرب، ده حتى شرب الشاي عيب في الظروف اللي زي دي. انا هطلعه لسيد الحاج. استني عندك هنا. رايحة فين؟ هو ناقص يشوف وشوش عكرة على الصبح تفاعل هو فيه. فيه يا ست جليلة؟ بس يا بنتي يا حسني، جليلة البنت يتيم ومش قد عمايلك دي. كلنا يتامى يا حبيبتي، انا كمان امي ميتة. هاتي انا اللي هطلع الشاي لابويا بلا يتيمة بلا زفت. يوبا هو كل شويه تقعد تزعق فيا كده، هو اللي عملت ايه؟ لا بقى خلاص انا مش قادره اسمع في حاجه زي دي. يا حول الله يا رب، بس لو تعالي شويه يا جليله. ايوه جليله. صباح الخير يا صباح الخير يا جليله. ايه اللي جابك بدري كده؟ حد جاله نوم طول الليل بسبب النصيبه اللي حصلت. اتفضل الشاي. قول يا بابا ناوي تعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه؟ يعني هتسكت على اللي حصل دهون؟ ما خلاص اللي حصل حصل، هنعمل ايه يعني؟ يعني هتسيب الراجل يتهنى باللي هو عمله كانه ما عملش حاجه ابدا؟ اسكتي يا جليلي، الله لا يسيئك، دي انتخابات يعني خلاص ما فيهاش رجعه، قدر الله وما شاء فعل، هنعمل ايه يعني؟ لا في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل. زي ايه بقى يا نصحه؟ يعني مثلا نشوف راجل شديد كده زي الباب يرزع الاسم ببرهان ده علقه تكسحه، تقوم انت ترجع لك هيبتك وسط الناس. طب اسكتي. اسكت ده ايه؟ لا مش هسكت، انا اللي هتصرف. تتصرفي وهتعملي ايه بقى ان شاء الله؟ هوز عليه شويه نسوان مقاطيع يرزعوه علقه
يبقى عزقه كرامته وسط الخلق، لحسن كده الخلق ممكن يستهونوا بينا. قومي قومي، انا مش ناقص تخاريفك وجنانك. قومي. انا يابا مجروح بخرف. هتمشي من قدامي ولا هج واسيب لكم الدار كله؟ بعت ليه؟ سرادي ابدا مفيش. مفيش ازاي؟ ما تفهمين؟ ما هو اللي زي انكتب عليها البكا العمر كله. ليه كده بس؟ الكل هنا بيعاملني كاني جرب ومانيش بني ادم خالص. كل مين اللي بيعاملك كده؟ ست جليله لسه مبهدلاني وشتمني دلوقتي حالا. يعني الست جليله يعني هتشتمك وتبهدلك كده من باب الطاق؟ اكيد انت عملت حاجه. طب يمين بالله العظيم اني ما عملت لها اي حاجه، ومش الست جليله بس، ده كل اللي في الدار. مفيش غيرك انت اللي قلبك طيب ولسانك بينقط حسن. لا 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 لا، انت بس بتقولي اي كلام. انا شايف ان الكل هنا بيعملوك كويس قوي، احنا عينين عليك. بس مش هحن منك، انت صدر الحنين اللي ليا في الدار. انت بس عشان قلبك طيب بيستهيئ لك ان كل الناس قلبهم زيك. لا لا لا، الكلام ده مش صحيح. انا ما سمعتش حد قبل كده يعني قال لي كلمه زعلتك، وما كانش عشانك، عشان امك الله يرحمها كانت ست طيبه وغلبانه، والكل بيراعوا ربنا فيك. بيراعوا ربنا لكن الكلمة الحلوة ما بتطلعش إلا منك أنت، الرق الحلو ما بشوفوش إلا معاك أنت. أنت اللي ليا في الدنيا كلتها يا سرادي، والود ودي أفضل عايشة تحت رجليك العمر كله، أشوف كل طلباتك وعوضك اللي اتحرمت منه. وبعدين بقى اسمعي يا بنت حسنة، أنا ما بيعجبنيش الحال المايل، والكلام اللي أنت عمالة تعيده وتزيدي فيه ده أنا فاهمه كويس. أنا راجل متجوز وبحب مراتي، وحتى لو ما كنتش متجوز او ما بحبش مراتي، فمن الطبيعي يعني لما اجي ابص لواحده تناسبني. ده انت كمان لما تحبي تفكري فكري في واحد يناسبك من توبك، ما تبصيش لفوق عشان رقبتك ما تتكسرش. كلام بقى والتلميحات دي لو اتكررت تاني مش هبقى لك عيش في البيت ده، انت فاهمه ولا لا؟ اغلب زعبيبك كده ليه؟ انا خلاص زهقت طهقت، مبقاش منه لا فايده ولا عايده. هو مين دي؟ سي الاستاذ. طب خابي لسه بردك مش عارفه توقعيه؟ وقعي بس انت كمان، ده زعق فيا وبهدلني وطردني وقال لي اعرفي مقامك، انا راجل متجوز وبحب مراتي. يا دي الاذيه، انا خلاص يعني مبقتش عارفه ايه اخرتها. بنتي يا حسن، احنا ازاي ما جاش في بالنا الوقعه السوقه دي؟ وقعت ايه؟ انك تاخدي الراجل الكبير. انا هيت بطلي هزار وكتاب الله ما بهزر. انت بنت اتخبطتي في نفوخك؟ اسمعني بقى يا حسنه كويس وحط عقلك في راسك وافهمي اللي هقولهولك. بطلي كلامك المسخ ده، انا بجد مش فايقالك. طب اسمعني يا ستي وبارمي كلامي في الترعه، ده راجل كبير ومحترم وغني ومعروف في البلد كليته، والانكت من ده كله انه وحداني بقاله كام سنه وحناين وساط انتخابات ومكسور الجناح، يعني سهل عليكي ان انت ترمي شباكك عليه وتوقعيه، ولما توقعيه بقى يا شاطره سهل تتجوزيه، لانه راجل لا بتاع كاني ولا ماني، ملوش غير في الحلال الحلال وبس. ديك الساعه بقى تبقي خط سيد الناس كلته، وتبقي ست الدار، واللي يقولك بيم تقولله على قلبك ضربة الدم.